اكدت عائله بوزبون استنكارها لمحاولات النيل الق... لمحاولات النظام القطري المستمره في النيل من وحده الشعب البحريني واستقرار المملكه واستهداف المكاسب التي حققتها مملكه البحرين بقياده جلاله الملك المفدى كما رفضت عائله بوزبون كل الافتراءات بحق البحرين والتي تعبر بشكل واضح عن حقد وكراهيه مقيته لدى من يقف. خلف قناه الجزيره القطريه